معنا عزيز واحد من ساكنة ديال مخيم. قول لنا عزيز كيعيش هاد الليله هادي؟ الليله هادي اخويا ما شفنا نعاس ما نعسنا ما والو عباد الله مكرصه. قلت حنا ما عندناش المشكل، حنا كنشوفوا الناس الكبار اللي مرض، كاين اللي عندهم المعاقين، كاينين الناس مساك المرض، كاينين الناس اوتي لا لا يلا شفت تهضر تدعيا كتشوف هاد الحاله هادي. كنتمنى من السلطات يديروا معنا شي حل يدخلوا في اقرب وقت. راه عباد الله مكرصه بزاف، حنا الشباب ما عندناش مشكل، حنا كاع على الناس وحنا حياتنا ضاعت، حنا حياتنا عرفناها ضاعت. حنا بيناكم ديروا الحل مع الناس الكبار اللي مرض مساكن، راه الناس في الخيام، راه باقي ما درتو حتى شي حل، باقي ما شفنا والو من السلطه، باقي ما شفنا حتى شي مساعده، ما شفنا والو. راه عباد الله راه الزنزان وقع الزنزان راه نساونا هادشي داز كامل وراه نساونا. راه عباد الله مكرصين في الخيام، عندهم وليدات صغار مساكن والشتا واللي ما كيدخل ليهم مكرصين، ما بقى لقاو فين يمشيو دابا. دابا حاليا والله ما عندناش فين يمشيو دابا، فين هي يسكنوا بعدا. واخا ديروا شي حل دخلوا في اقرب وقت، ديروا حل مع عباد الله، الله يرحمكم ديال الوالدين. خويا كما شفت هذا غير واحد من بين اش نقول لكم المئات ديال الناس اللي كاينين في هذا المخيم، عاشوا هذه الليله يعني عاشوا في واحد الخوف والهلع، ماشي من الزنزه ولكن يعني من هذه الشتا اللي دخلت لهم، من حوايجهم والخيم ديالهم وراشي اللي كان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله الله يشوف من حال هاد الناس، والله يشوف، والله يهدي الدوله ديالنا كما قلت حال هذا، الله يهدي الدوله ديالنا. شوف دير حتى معنا شي حل، راه هادشي بزاف حق الله.